مش كاسي لفراق لفراق مخيف دن 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 انا على باب الرصيف وحتى الورود بس بالعتمة بتبان لو دبلت الورود انا بد بالفستان بيبي. كل يوم رح نكمل سلسلة قصص من الطفولة خصوصا قصة لما رحنا انا واصحابي نحفر وندور على ذهب بعد ايام طويلة من الحفر. شو الاشي اللي صار معانا؟ خلينا نحكي عن الموضوع اكثر. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. اليوم يا جماعة وبالنسبة 300,000 مشترك رح ادخل بالفيديو على طول، ما رح احكي لكم قصة حياتي قبل ما ابلش الفيديو، مش رح احكي لكم عن لما مرة وانا صغير ابوي قتلني لمدة 45 دقيقة، 45 دقيقة يا زلمة والله كثير، في كثير شغلات ممكن تعملها بحياتك بال 45 دقيقة أحسن من إنك تقتل ابنك، يا زلمة ميسي بيلعب شوط مباراة 45 دقيقة بتعب، أنت لولا ما أمي مسكتك لسه بدك تكمل لل 90، 45 دقيقة هاي بطلت قتل، هاي صارت شوط مباراة، أنا عاد المرة الجاية بس تيجي تضربني جيب أمي حطها حكم وخلي معاها كرت أصفر، إذا عصيت القشاطة ما كسرت على ظهري من ثاني ضربة أمي بتعطيك كرت أصفر، أما إذا جيت ضربتني شلوت وما إجا بنص بالضبط أمي بتعطيك كرت احمر وبتنام على الكنباي بالصالون. مش عارف ليش بيت ابوي كان كثير متحمس وكملها لل 45 دقيقه بالضبط. ليش 45 دقيقه؟ ليش مش 50 يا اخي؟ تفكر حالك بنزيما. هو كان متوقع بعد ما تخلص 45 دقيقه تيجي امي عليه تعطيه جائزه نهائي دوري ابطال الكفوف. وانا راح احكي لكم عن ريحه جربات ايمن. ايمن تعدى مرحله انه يشرح جربات ويغسل جري. ايمن لازم يقص الجري وينتهي الموضوع. وبعد القطع ينقعوهم بهايبكس وماء ورد مع بعض او يحرقوهم مش فرق. ريحه جربات ايمن بحاجه تدخل الامم اللي كانت متحده قبل ما تشم ريحه جرباته. ولا بدي احكي لكم على البامي لو اقسم لا ثاني اسوء شيء ممكن تاكله بحياتك بعد ما اليتيم. لا اليوم حندخل بالفيديو دغري وما في مقدمه، بس حطوا لايك على الفيديو لان حاليا وانا بحكي هاي الجمله اللي مرقعه بشخ على تختي. هاي شايفها قاعد تطلع لونها بني صار طالع نصها عليها شيء هيك زي السمسم، شكل لازم اغير اكله للنمر. هسه بيجيك واحد راس امه مربع بقول لك طب شو دخل خريه نمر باللايك؟ حقول لك اقسم بالله ما بعرف، بس حط لايك وانت ساكت هيك بدون سبب. اذا كنت اول مره بتشوف القناه وعجبك المحتوى وحبيت جدا كلامنا عن خريه نمر وريحه جربات ايمن حاب اقول لك لا تشترك في القناه. حر يا اخي انا قناتي، اذا بدك تشترك في القناه لازم بالاول تتغزل في ريحه جربات ايمن، هيك تكتب فيها شعر مكون من اربع ابيات، شعر حقيقي هيك خش احكي هيك اقول ريحة جرباتك يا ايمن ريحة مسك فواح، واللي ما شم جرباتك يا ايمن فاتح نص عمره، استنشق جربات ايمن لتكمل حياتك مرتاح، وبعد ما تشم جرباته اطلع عمره. المهم يا جماعه بلش القصه بالصف الاول ثانوي، الناس اللي برا الاردن بيتابعوني الصف الاول ثانوي هو الصف ما قبل التوجيهي، على اساس انه في حد بيتابعني برا الزرقاء، ابعد واحد بيتابعني ساكن بشارع السعاده، انا واصحابي لسه مش مستوعبين احنا كيف وصلنا لهون اصلا، احنا كشله اصحاب عرصات غلط نوصل لمرحله التوجيهي، يعني بحياه امك واحد زي صيح بفكر رمضان نكهه اندومي واستاذ الدين نبي وامه من العشره المبشرين بالجنه، هذا كيف بدك تدخله على امتحان دين؟ ولا واحد زي ايمن مثلا بفكر مرسيدس زوج، والاهرامات رئيس مصر ولبنان اخر الشارع ايدك اليمين، هذا كيف بدك تدخله على امتحان جغرافيا؟ ولا انا يعني بهذيك الفتره كنت احسن منهم، كل نطلع من امتحان واسمع طلاب بتناقشوا حول الإجابة الصحيحة. الأول بحكي للثاني 1 أس 2 تقسيم 6 على 4. الثاني بقول له لا غلط 1 أس 2 تقسيم 4 على 6. وأنا أكون كاتب الإجابة صلاح الدين الأيوبي وأيمن غاشها مني وناقلها لصيح. يعني أنت كأستاذ رياضيات بحياة أمك ركز معي. لما تكون حاط سؤال حول القسمة التربيعية بتلاقي طالب كاتب الإجابة صلاح الدين الأيوبي كيف تلجح أمه؟ أنت المفروض تروح تنادي وزير التربية والتعليم وتمسك الطالب تنزل بأمك فوق. فهون أنا كدوري كرئيس الشلة كان لازم نتدارك الأمور عبكير. عملنا اجتماع طارئ عندي على السطح لميتهم وقلت لهم شباب إحنا وصلنا لهون بتيسير ربنا ولا احنا ما بنستاهل، احنا اخر مره فتحنا فيها الكتب كان المنهج عباره عن تلوين تفاح وموز، لما كانت الاسئله عن اذا احمد كان بيده 5 كرات ومحمود اخذ 2، كم كره متبقي؟ كمان ايام الصف الثاني لما كان درسنا مس عواطف، طبعا هذا الشيء الوحيد اللي متذكره من الصف الثاني مس عواطف، مش عشان شيء لانه كان طيتها كبيره، كانت لما تلف وجهها تكتب على اللوح تحس في انسان ثاني طلع من ورا، يا شباب اقسم بالله احنا ما بنستاهل نوصل لهي المرحله الدراسيه، ولا الشغل لو على الذكاء المفروض احنا بعد الصف الرابع حطوا حرس باب المدرسه ممنوع ندخلها، بقول لكم وزاره التربيه والتعليم تدري عن اجوبه ايمن بالامتحان غير تسكر المدرسه وتفتحها محل بلاي ستيشن. ايمن اجا سؤال بماذا صبر الشاعر نزار قباني بيت الشعر؟ كتب لهم بالكاميرا. فيا شباب احنا هاي السنه اول ثانوي والسنه الجاي توجيهي، لازم ندرس كويس هاي السنه عشان ننجح بالتوجيهي مش عشان شيء، انا بالذات يا شباب ما بزبط ارسب بالتوجيهي، لانه مره ابوي مسكني هارب من المدرسه ضربني 45 دقيقه، اذا برسب بالتوجيهي فيها 6 شهور كفو، انا اذا رسبت بالتوجيهي ابوي راح يتحول لجون سينا، فخلينا نركز وندرس هاي السنه نعوض ال 12 سنه اللي ما درسناش فيهم، عشان السنه الجاي نوصل توجيهي وننجح مع بعض، وانا الحمد لله يا جماعه من وانا صغير عندي قدره الاقناع، دائما كلام مقنع ومؤثر وبجاوب مع الناس، لدرجه انه ولا واحد منهم وافق، صيح بقول لا والله انا ما بقدر اداوم، لاني اخر يوم دراسي سرقت اللوح تبع الصف وبعته، واذا الاستاذ شافني حيفضى عرض، ايمن بقول لي والله انا اسف ابو هيكل، انا كنت اطقس على بنت المدير وحكيت لابوه، والمدير بدور علي وحالف يميني اذا شافني يحشي العصاي بمنطقه حساسه، علاء السني طلع علي هيك بقول لي انت بدك تنجح توجيهي احنا مال امنا، فانا بقول له يا علاء بالتوجيهي ما في تشتري للاستاذ باكيت دخان وينجح، والله لو تشتري له قطعه ارض بعبدون ما راح يطلع بيده، يا علاء بحياه امك انت لحالك وقف معي، بقول لي لا انا خلاص بشتري للمدير حبتين معجنات وبنجحني بالتوجيهي، والمشكله انه فعلا هو هيك نجح، فانا بقول لهم يا اخوان اقسم بالله مصير
عمري خدودي معلق بايدي. اذا درست هاي السنه ونجحت بالتوجيه هيهم عاشوا بسلام. لو رسبت بالتوجيه ابوي حيعمل من جمجمتي مخلل من الكفوف. ولا واحد فيهم اتعاطف، قلت لهم بس مجموعه حيوانات عرصات فشلي. نزلت على البيت قلت بس انا قررت اغير حياتي وامسك ماكينه الحلاقه واحلق شعري على الصفر على اساس انه ايش، خلص انا حلقت شعري على الصفر بدي ابلش حياه جديده. وانا مش فاهم شو دخل انك تحلق شعرك بالحياه الجديده، يعني لما تشيل شعرك حتدخل معلومات اسرع، الماكينه فيها فيتامين سي، قرعتك راح تغري الاستاذ وينجحك. والمشكله ان بعد ما حلقت شعري على الصفر اكتشفت انه راسي مثلث. انا طول عمري اتخوث على الناس الروس ومربع يطلع راسي مثلث، وكيف بدك تبدا حياه جديده وانت عمرك 16 سنه؟ حياتك اصلا ما بلشت حتى تبدا حياه جديده. كذا مغنيتين لهم كلثوم اطول من حياتك، كذا بكل حياتك ما بتعبي فلاش 4 جيجا. اقسم لا حس حالي بالقرعه بشبه ماهركو. ثاني يوم كان دوام اول يوم للصف الاول ثانوي، اتجمعنا كلنا عندي باب العماره اساس طالعين على المدرسه. لما وصلنا عند الشارع اذا بتروح يمين بتروح على نادي البلاي ستيشن، واذا بتروح شمال بتروح على المدرسه. كل اصحابي راحوا على اليمين على نادي البلاي ستيشن اللي انا وقفت بالنص. اطلع هيك اسمع ايمن بحكي ما حدش يلعب ريال مدريد انا بدي العب فيه. صياح بيقول اكثر واحد بيخسر عليه الفطور. انا واقف نص الطريق اروح على البلاي ستيشن ولا على المدرسه؟ اخر شيء قلت ابو هيكل مالك صح صح، انت حلقت شعرك على الصفر وعاهدت حالك انك تدرس طول السنه عشان تنجح بالتوجيه، لا تخلي مجموعه الفشل هذول ياثروا على قرارك، روح على المدرسه. وفعلا يا جماعه رحت على المدرسه ودخلت الصف في اول يوم، اطلع هيك الصف هادي والاستاذ بيشرح والامور تمام. مش متعود هيك، انا متعود صياح يقوم يمسك الاستاذ يشبطه بالحيط، وانا انزل معه على الاداره احلف يمين انه الاستاذ اللي ضرب صياح. انا كنت متعود بالخمس دقائق بين الحصتين نطلع انا واصحابي نشمط شوط دبكي ونرجع. اطلع بين الحصتين الكل براجع دروسه، احا اطلع زي هيك الاستاذ قاعد بيشرح نظريه اينشتاين في الرياضيات وانا لسه جدول الضرب مش حافظه. بس اصراري وعزيمتي كانوا اقوى من الحكي هذا كله. ما تتخيلوا قديش عزيمتي كانت قويه وبتطول. طولت للحصه الرابعه، بالحصه الرابعه كنت استاذ بدي اروح على الحمام، ورحت على الحمام ولحد هسه ما رجعت. الاستاذ بعده بستناني ارجع من الحمام. طلعت بالحصه الرابعه رحت عليهم على محل بلاي ستيشن، ايمن لا تلعب مدريد انا بدي العب مدريد، اكثر واحد بيخسر علي يجيب لي فطور، يلا نبلش. كانوا اسوء اربع حصص بحياتي، انا الوحيد اللي اصلع بين 40 طالب. فبهذيك الفتره كان اكثر ثلاث شغلات ممكن يعاقبني عليها ابوي اذا اني عملتها. اول شيء اذا اني هربت من المدرسه، ثالث شيء اذا اني رحت على محل بلاي ستيشن، ثالث شيء اني ادخن. ابوي كان متاكد انه اول يوم مدرسه راح اهرب. بيخش علي ابوي على محل بلاي ستيشن هارب من المدرسه حاط السيجاره على طرف ثمي وبلعب. فانا هون كل قدام خيرين، يا اني اتقبل الواقع واروح مع ابوي على الدار واكل قتله مدتها 45 دقيقه، يا اما دغري اهرب واروح عند دار جدي واكمل عندهم باقي حياتي. وانا ما بدي انجز 45 دقيقه، اقسم بالله بتوجع. انت مش حاسس فيي عزيز المشاهد؟ لو مجربها بتحس. تخيل تقعد 45 دقيقه ابوك ماسك راسك وبشوط فيك فوق، كيف بده يكون شعورك؟ فرحت واغليها عند دار جدي يا جماعه. فهون جدي قال لي بس خلص ابوك عند. مسكني جدي واخذني عند ابوي وقعد يقنعه انه يا ابني هذا اول يوم دوام مدرسي وما حد بداوم فيه اصلا، وكان طالع مع اصحابه هو راح على المدرسه بس ما لقاش طلابه وطلع مع اصحابه ما حد بداوم اول يوم. وابوي ما اقتنع بس برضه ما بزبط يحكي لجدي لا. فبهذيك الفتره كان لازم نرجع مقرنا الرئيسي، قلت له باي لحظه ممكن ابوي يرجع يكبس على محل بلاي ستيشن، واذا المسك كمان مره قلت له 90 دقيقه بتصير مؤكد. فمقرنا الرئيسي يا جماعه كان موجود في منطقه بالزرقاء اسمها جبل المغير، نفس المنطقه اللي كنت ادخن فيها بالفيديو تبع قصه الدخان. كنا مختارين جبل المغير يا جماعه لعده اسباب. اول شيء المنطقه كلها عباره عن صحراء وجبال ما فيها اي شيء، اتوقع لحد هاي اللحظه ما دخلها اي كائن بشري غيرنا، لانه ما فيها بشر ما فيها بيوت بس مجرد صحراء وجبال كلها بس. فعشان هيك نسبه انه اهلنا يمسكونا هاربين من المدرسه فيها سالب 4، لانه مستحيل حدا يفكر يدخل هاي المنطقه اصلا. ولما احكي مقرنا الرئيسي كان جد مقر رئيسي، كنا عاملين خشب على شكل مربع عشان الشمس، وجواته بتلاقي ارجيله ثابته وبتلاقي شده وامورنا طيبه. فبيوم من الايام يا جماعه كنا هاربين من جبل المغير انا وكل الشباب، فبدنا نولع الارجيله بس ما في فحم، فطلعت انا ادور على خشب عشان اجيب الخشب ونولعه بس يطفي يصير زي الفحم. فوانا طالع بين الجبال بدور على خشب لقيت نمل لونه ابيض، فانا صفن فيه قلت احا نمل لونه ابيض ما عمره شفته بحياتي، يعني اذا بمشي كمان مترين لقدام شو ممكن اشوف؟ صرصور لونه زهري، كلب طالع له جنحان، يعني ما دام شفت نمل لونه ابيض عادي ممكن الاقي ديناصور بيلعب حبلي. بس ما اخذتش فيها يعني، رحت دورت على خشب وجبت الخشب ورجعت. واحنا قاعدين بنولع بالخشب بقول لهم يا زلمه شفت نمل لونه ابيض؟ صياح بيقول ولا نمل لونه ابيض يعني في تحتيه ذهب. انا بقول له صياح جبل مغير احجار ما فيه، شو بدي اجيب في امه ذهب؟ ولا نمل ابيض ذهب روماني يسعد الله. انا بقول له ذهب روماني مين؟ شو بدي اجيب الذهب هون؟ قول لازم تشوف اذا من روماني ولاد عمي حكوا لي في ذهب هون. ما حدش اخذ بكلامه، يعني ذهب مدفون تحت الارض لانه في نمل ابيض. حزوره هي الجواب البطيخه. فهون يبلش صياح يقنع فينا، يروح على ايمن يقول له ايمن مش حلمك تشتري سيارة افانتي مجنطة ومفيعة وعليها سيستم؟ لما نلاقي ذهب حتشتري 200 افانتي، حتعمل هيك دولة لسيارات الافانتي. ابو هيكل مش حلمك تتجوز دلال اللي بباب الحارة بنت ابو عصام؟ خلينا نروح نطول الذهب واعمل باب الحارة وجيبها تمثل وخليها تحبك وتجوزوا بعض. علاء الصيني مش حلمك تفتح شركة تليفونات تسميها علاء الصيني يسعد ديني؟ خنطول الذهب والله لتصير بيل جيتس. فاحنا هون احا والله صياح اكل براسنا حلاوه، بس لسه ما حدش مقتنع 100%. دليتهم على مكان نمل ابيض، رحنا وقفنا عنده، صياح يبلش 6 خطوات الى الامام، نطتين الى اليمين، شقلبتين لورا، بعديها منحبي 6 مرات، بعديها لازم تنط مرتين وتحكي سردين. بلش يعمل طقوس غريبه ما حدش فاهم منها شيء. بعد ما شقلب وراح وزحف اللي بقول هون مكان الذهب بالضبط، انا بقول صياح شو دخل قفزتين الى الوراء في هون الذهب؟ بقول لا هاي اشارات
رومانية. الروماني ولاد عمي بقول لك هون الذهب. احنا هون كولاد عمرنا 16 سنة صدقنا صياح. يعني بحياة امك تخيل عمرك 16 سنة وتشوف واحد بشقلب وبقول لك هون الذهب، بدك تصدقه ولا لا؟ يروح صياح يركض على دارهم ويجيب هاي أداة الحفر، بعرف شو اسمها اللي بنحفر فيها. خلينا نسميها الأداة الحفارة الرائعة. قبل ما يمسك الأداة الحفارة الرائعة يقول بس شباب بدنا ناخذ صورة ما قبل ما نصير أثرياء. شوف الصورة، طلعوا وجهي أنا مبين علي بريء مع إني أكثر إنسان عرس بالعالم. جنب راسي بتلاقوا الأداة الحفارة الرائعة بس مش مبين كثير. صياح طلع له لحية من عمر 16 سنة تقول باقي يرضع زيت دبر أملا. أيمن طلع الوضعية ما أخذها بالصورة. أيمن ما بعرف يتصرف لما يعمل زيك، فكر حاله كول لما يعمل هيك. يعني هيك بكون التفكير أيمن بس ياخذ الصورة. سعد الله أنا كول، أنا جاذب للنساء. شوفوني يا نساء الكوكب. لا ما حد يشوفك هيك، لا تعمل حركة هاي. وعندك علاء الصيني الوحيد اللي مش مقتنع بالفكرة هيو، زاتينه ورا باخر الصور. ونبلش حفر، طول ما صياح بحفر هو بحكينا عن احلامه بس يلاقي الذهب. كيف بده يتجوز اربع نسوان ويطلقهم ويرد يتجوز اربعة ويرد يطلقهم ويرد يتجوز اربعة، وهيك لما يخلص كل نسوان العالم. خلص الساعة 2 صار لازم نروح على الدار، خلص خلص زوال المدرسة. روحنا على البيت وثاني يوم برضه رجعنا نكمل حفر. بعد 3-4 ايام حفر احا يا زلمة مش حافرين شيء. لو نجمع كل التراب اللي حفرناه ما بيعبي كاس مي. الغبر اللي على باب ثلاجتنا اكثر من التراب اللي حفرناه. يا زلمة احنا لو بنحفر بفرشاية أنا حفرنا أكثر من هيك. صياح شو الأداة الحفارة الرائعة تعيتك هاي مش ظابطة، فكان لازم كل واحد يجيب من داره أداة حفارة رائعة ثانية. بعد ما كل واحد جاب أداة حفارة رائعة من بيته صرنا نحفر خمسة مع بعض، وبلش في إنجاز، بلشنا نطلع تراب، بلش تغمق الحفرة. لما يا إخوان بلش يطلع لنا لون تراب ثاني غير على اللون اللي كنا نحفر فيه. أنا بس شفت لون التراب تغير قلت أحا دلال أنا جاييكي، راح أطلقك من ابن أبو بشير وراح أتجوز. والله راح تصير نسيبي يا عصام، راح أصير أحلق عندك ببلاش. كملنا حفر يوم ورا يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم، حبيبي مجاني نوم. يا اخوان كثير حفرنا بس ليش الوحيد اللي تغير انه لون التراب بس تغير لون. طب يطلع لنا اي شيء يا زلمه، علبه طن قديمه، مفتاح دار ضايع، كلب ميت، اي شيء يطلع لنا اي شيء يا زلمه. بعد بجوز اسبوعين حفر وصياح بعده ميت ماسك الاداه الحفار الرائعه وبخ. بعديها خلص كنا زقله، بطل حد يحفر غير صياح. احنا قاعدين بنارجل وهو بحفر وبقول والله بصراحه مش اكيد الرومانيين كانوا هون، بجوز كان لازم شقلبت كمان مرتين لورا. يكون ابو هيك المحكه سردين وانت بتنط. في شيء غلط شباب، مش راضي يطلع معي شيء بس مش راح ياس، راح اكمل حفر. احنا نسينا موضوع الذهب وصياح ظل يحفر واحنا نارجل. لما بيوم من الايام يا جماعه الحمد لله رب العالمين صياح وصل لغايه ميئس، ظل يحفر طوال هاي الايام اللي احنا بنارجل ونلهو فيها. هو كان يشتغل ويتعب ويحفر عشان هيك كان بالسهل انه يلاقي دود. نعم دود تحت الارض يا جماعه. صياح قد ما حفر وصل لياجوج وماجوج، اخر صار يطلع له دود من تحت الارض. هذا الدود رساله من التراب لصياح انه انت صاحي، انت مقتنع باللي بتعمله. صياح بس شاف الدود قال والله الرومانيين هذول طلعوا عرصات ضحكوا عليه، هم مش كثير اولاد عمي، هم اخوان خالي بالرضاعه، عشان هيك والله ما بعرف عنهم كثير. ولليوم يا جماعه كل ما بدنا نسترجع ذكريات لو احنا صغار نروح على جبل المغير عند المقر اللي كنا عاملينه زمان من الخشب، ونجيب معنا اراجيلنا ونقعد جنب الحفره كان حفرها صياح، بنضل نقعد بنرقل ونسهر ونتذكر كيف صياح قعد شهر يحفر لحاله. بس والله يا جماعه هذا كان الفيديو لليوم، بدي اروح اكسر النمر لانه شخعت اختي وبدي اكب التخت. بنشوفكم في الفيديو الجاي.